عن فساد النظام السياسي في العراق ومنها سرقة القرن، والذي سلط تحقيق مجلة إيكونومست البريطانية على جوانب جديدة فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. كما تعرفون وكما نقرأ هنا في نشرات الأخبار، سرقة القرن تمت بمشاركة 7 فصائل من مختلف الأطياف بحسب ما أوردته مجلة الإيكونومست البريطانية. أستاذ عبد الله، في العالم أجمع نرى حكومة ونرى معارضة تراقب عمل الحكومة، ولكن كيف يمكن أن نفهم أن تشارك كل الأحزاب في جريمة كبيرة كهذه؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم. بداية علينا أن نعرف لماذا سميت سرقة القرن، ومن أطلقها ومن روجها. روجها إعلام الميليشيات نفسها، الجهة التي سرقت هي التي روجت لهذه التسمية، والتسمية تقصد من ورائها والضجيج والتحقيقات على 2.5 مليار دولار. نعم. هو للتغطية على السرقات الأكبر السابقة. يعني من 2003 إلى اليوم الفساد أهدر 1 تريليون دولار، و350 مليار من عدها مختفية بدون أوراق، بدون أصول، بدون معرفة أين ذهبت. هذه التسمية هي لهذه السرقة، لهذه حتى السرقات السابقة مثل ما تفضل تقريركم، الكاظمي يتهم الحكومة القبلة، واليوم السوداني يتهم حكومة الكاظمي. نعم. فبالتالي الحكومات كل ما تتقادم كل ما تنسى القضايا، هذا هو المقصود من تسمية القرن. وإلا هذه السرقة لا تشكل شيء بالسرقات التي قامها في الإجرام الذي قامته الكتل والأحزاب السياسية. أما لماذا سبع فصائل أو 7 من مختلفة الأطياف، هو هذا الاتفاق التوافقي المحصصاتي على سرقة البلاد وتوزيع دم الشعب العراقي وأمواله وخيراته على هذه الفصائل حتى لا يستطيع يحاسب أحد منهم. هذه هي الغاية من المشاركة في السرقة والقتل والنهب، كل هذه هي معدة مبرمجة ممنهجة من قبل المحتل الأمريكي والإيراني بتنفيذ الأدوات الموجودة لها، وهي الأطراف السياسية والأفراد المشاركين في العملية السياسية من 2003 إلى اليوم. أستاذ عبد الله، لو يعني فتحنا ملف الفائدة والغاية، هل يمكن تفسير هذه السرقات ومشاركة الأحزاب في هذه السرقات الضخمة التي عرجتم أنتم فيها؟ هل يندرج في إطار الإثراء الشخصي، وبذلك هم يتجاوزون المواقف السياسية والطائفية وحتى الأيديولوجية، أستاذ عبد الله؟ والله الإثراء الشخصي هو تحصيل حاصل ونتيجة موازية للهدف والأساس والمخطط اللي وضع المحتل ونفذه الأحزاب، وهو سرقة خيرات البلد. فهذا المخطط يعني هم يتجاوزوا كل القيم وكل الأخلاق. يعني أين يعني أي طائفية وأي أيديولوجية وأي فكر سياسي يقبل بهذا؟ يعني إحنا نطلع ونقرأ كل الأديان تمنع هذه السرقات، حتى البوذية تمنع، عندهم القيم النبيلة، السلوك النبيل، الأخلاق النبيلة، الصدق النبيل، هذه كلها موجودة. أنا أريد نسأل يعني هذه الأطراف السياسية المشاركة التي صبغتها كلها الصبغة دينية، أي دين هذا اللي يحكمون عليه حتى إحنا نحلل ونتابع ونشوف هذا يا دين يسمح بهذه السرقة؟ فالعملية منظمة ممنهجة من قبل المحتل لإبقاء العراق بهذه الصورة، غير قادر على النهوض بواجباته الطبيعية لكل بلد مثل العراق كموقع مهم. أستاذ عبد الله، هل تعتقد أن السوداني في ظل هذه المعطيات يعني سيكون جادا في ملاحقة الأسماء التي باتت معروفة والتي تورطت في سرقة القرن؟ هل لديه هذه الإمكانيات؟ النظام السياسي أعطى الحصانة لكل الرموز السياسية الموجودة في النظام. نعم. حصانة سياسية وقانونية ودستورية لا يسمح لهم، من لم نسمع في يوم من الأيام تم استدعاء القادة المعروفين في الفساد وما يسمى بحيتان الفساد. فالمال السوداني أيضا هو جزء من هذه المنظومة، ولا أحد يعني لا يستطيع محاسبة أحد. أيضا هو السوداني لما كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير بالنيابة لعدة وزارات منها النفط
ورئيس مؤسسة السجناء وغيره، أيضا متهم بملفات فساد، فلا يستطيع مواجهة هذه القيادات. القيادات هي ترعى الفساد لأنه ممنهج ومسموح به من القوى الدولية التي تؤثر على سياسة العراق. على ذكر المحاسبة أستاذ عبد الله، في تقرير سابق للجنة النزاهة النيابية رأت أن إجراءات حكومة السودان تجاه الفساد ليست بالشكل المطلوب. في هذه الزاوية، إذن من يحاسب السوداني وحكومته على كمية الفساد الموجود داخل المؤسسات والمفاصل في الدولة؟ حقيقة يعني نظام الرقابة ونظام الفساد وانتشاره وهيمنة القوى الأساسية التي هي تدير الفساد ومعها السلاح ومعها الأجهزة الأمنية لا يستطيع يعني هو أن إقامة أي نظام آخر، ولا يستطيع لا هو أن يحاسب أحد ولا يستطيع أحد أن يحاسبه. الأمل في أن يقوم الشعب العراقي الوحيد هو القادر على محاسبتهم الوحيد، لأنه هو المتضرر الأول والأخير من هذه عملية الفساد، فهذا فقط يقدر يتمكن عليه هو الشعب العراقي بعد الإطاحة وإزاحة هذه الأنظمة السياسية. هذا النظام السياسي لا يمكن أن يصلح لا نفسه ولا يقبل المحاسبة الآخرين، ولا يحاسب لا رئيس ولا وزير ولا رئيس وزراء، إلا أن يقوم الشعب العراقي بثورة وإزالته ومحاسبته محاسبة قانونية صحيحة تحق تسترد حقوق الشعب العراقي. أستاذ عبد الله، في ظل هذه السرقات وأيضا تصريحات المسؤولين بشأن هذه السرقات، هل تعتقد أن العراق يمتلك مؤسسات جديرة بالثقة دوليا يترجم على شكل استثمارات أجنبية في المستقبل المنظور؟ هذا بالتأكيد، يعني الواقع السياسي والسلوك الأمني والفساد المستشري يعطينا صورة أنه لا يمكن أن يكون هناك قابلية للاستثمار، لأنه المستثمر يعتبر أن الفساد هو أشر من الإرهاب عليه، فلذا المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي. أيضا هي سياسة متعمدة، لأنه الاستثمار يسمح للمستثمر أن يوظف عمال، أن تقل فرصة يعني العطالة، أرقام العطالة تقل، الخدمات تتقدم أكثر إلى الشعب العراقي، وهذا ما لا ترغب به المنظومة السياسية العراقية. فلذلك لا مجال ولا أمل لا الآن ولا قريب ولا بالمستقبل حتى البعيد في ظل وجود هذه المنظومة. لا يمكن للاستثمار أن ينتعش بوجودهم، لأنه هم الفساد. نعم. وهم الإدارة الفساد، وهذه هي المخاطر الأساسية على الشعب العراقي. عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.